الواجب يتعمل في مباراه المريخ علشان تطلع المباراه لبر الامان؟ اولا ان شاء الله يكون اداء جيد، وثانيا طبعا والاهم تكون نتيجه نحسم بيها التاهل. يعني اهم حاجه الالتزام، التزام التزام 100% لل 11 لاعب اللي هتبدا بيهم المباراه. مين هم اللي هيختارهم؟ بيتسو موسيماني المدير الفني اللي هو ادرى بالفرقه دلوقتي، خصوصا ان بعد كل فتره بيقع له واحد، يعني زي ما انا تفضلت وقلت في الاول حمدي فتحي بعد ما نضج وبقى كده ثلاثه من الثلاثه اللي في النص وكده 10 اسابيع يبعد لاعب زي ده، يبقى ناصر يرجع يروح حمدي فتحي، يعني الفرقه ما بتكتملش. محمود وحيد ومحمود وحيد نفس القصه يعني. لكن هو هيحط الفرقه، يحط الفرقه، اهم حاجه بقى ينفذوا كل المطلوب منه، دي حاجه. الحاجة التانية إن اللعيبة بتاعتنا من أول المباراة إنك بتلعب الضغط، الضغط العالي، إنك أنت جاي عاوز تكسب، لأنك أنت بتلعب في ملعبك، المريخ في السودان، أنت بتلعب في مصر، مش بتلعب في حتة بعيدة. بيبقى الأمور صعبة هناك يعني، أنا بتكلم يعني خارج الأرض بيختلف، لكن إحنا عملنا ده قدام فيتا كلوب، يعني دايما بنناقش عملية خارج الأرض. هل حضرتك مع فكرة ان احنا نلعب بنفس الطريقة اللي لعبنا بيها بدايات مباراة فيتا كلاب اللي هو الضغط العالي واستغلال اي فرصة، واحنا يعني ونسهل المباراة على نفسنا؟ وليه لا، طالما احنا جربنا، احنا جربنا دي وجربنا دي وجربنا دي، فطالما احنا جربناها ونجحنا فيها استمر. يعني مع احترام يعني اي فرقة لازم نحس ان احنا الأعلى في أداء، أعلى فنيا، أعلى بدنيا، أعلى خبرة، أعلى أداء. هم متحمسين، هينزلوا في الأول متحمسين جدا، بيلعبوا بقوة مش بعنف. يعني هم أنا متوقع دلوقتي وهتشوفوا الماتش هيبقى في قوة في المباراة لكن ما فيش عنف، لكن عندهم سرعات كتير قوي، فلازم نعمل حسابنا برضو في موضوع السرعات ده كتير. فأنا شايف إن احنا طالما جربنا طريقة ونجحنا فيها لازم نستمر عليها.